برضو أبناء أو بنات أفاضل، رغم إن أنا إن شاء الله صيف جميل، أنا أحاول أمر بسريع تاني على هذه الأبواب، نرتب ليس لأنها كان فيها قلة في الشرح، ولكن للتركيز عشان الشورت تيرم ده ركز على حاجات معينة. اللي أنا عايز أقوله النهارده هنبتدي بباب هرمون. أنا بحب أدرسه كله هرمون، ولكن أرادت رئيس القسم نبتدي بدري عشان موضوع الدايابيتس. الدايابيتس حول النهارده في ساعة، ويوم الأربعاء في ساعتين، ويوم الخميس في ساعة، نتفق يوم الخميس على أوقات إضافية زي ما حول، لأن كده مش هيخلص في المنهج. في حاجات هتتشرح، وأشكر يعني ابن الدكتور منى ادتني حرية إن أنا أشكر بس حاجات في سي ناس. سي ناس بقى مهمة أوي، سلفات الجيولوجي خدوا التفصيل التفصيل. سلام في مواضيع لازم تاخد التفصيل ومواضيع أقل أهمية هنشرح. الدايابيتس موضوع عملي ونظري، سوري أهو موضوع، معلش في البداية بس أول ورقتين مع كل احترام للكتابة هقولهم من وجهة نظري، وهسيب لكم تو نوتس يعني في هذا الكلام، ملحقتش صور يعني خدوهم صوروهم ما جاي يعني كبرية من صور، مفيش اختلاف في أول صفحتين بس، وبعد كده همشي زي كتابة ما كاتب. What's diabetes؟ فضلت ان انا اخد من ADA American Diabetes Association. هزود شوية حاجات في الدايابيتس، ليس الاستعراض، مفيش حاجة في العلم الاستعراض، قد ما أهمية في حياتك سنة ثالثة في الامتحان وبعد كده. ADA American Diabetes Association دي هيئة يمكن أكبر هيئة في العالم في الدايابيتس، بتعرف الدايابيتس تعريفات، خش على النت شوفها. ايه التعريف اللي معاك؟ فيا ريت تبقى تاخد عليها هند او تصورها او تعمل التعريف. بصوا حضراتكم، هو سندروم او كرونيك ديزيز طبعا هيصاحب المريض طول حياته. طول حياته هقول لك الا نسبه قليله قوي بيختفي منهم، هتعرض لهذه الامور. هو سندروم كاركترايز باي كرونيك هايبرجلايسيميا. سندروم كاركترايز باي كرونيك هايبرجلايسيميا، واحد سكره يعلى. طب السبب ايه؟ ديو تو انسولين ديفيشنسي، ما عندوش انسولين كفايه، مولود ما عندوش بيتا سيلز، الكلام العام زي ما بيحصل في النوع الصغير في السن. ولو حد منكم عنده دايابيتس جوفينايل هو هيتضايق، او يأس، او يقعد في كل حته يمضي حظ اطلاقا. قد يكون الدايابيتس ده يعني مرض يخلصك من حاجات كتيره واخطاء كثيره، بليف مي. يعني بقول لك كلام مش كلام فلسفي، كل واحد ممكن يصاحبه مرض يقوي من عزيمته ويخليه منظم في حياته. والانسان لما بيصابش التجارب، لما يمر عليك اسبوع من غير تجارب خد بالك اذا في حياه حاجه في حياتك غلط. الله يجرب المؤمن باستمرار عشان يشوف ايمانه. وبتكلم على الدايابيتس ان كل يوم مثلا الواحد بيشوف اعداد ضخمه قوي للدايابيتس بيبتدوا يبقوا متضايقين جدا. بتكلم عشان في من اولادي وبعضهم يعني انا بشوفه بيعندهم جوفينايل وساعات يكتئب. يا سلام، حاجه بسيطه مش دي القضيه، مش هكتئب اتفلسف مفيش وقت الترم التاني. بقول دايابيتس ده سندروم كاركترايز باي كرونيك هايبرجلايسيميا. ليه سكري عالي؟ يا اما ما عندكش انسولين، مولود ما عندكش بيتا سيلز، او البيتا سيلز تعبت مع رحله الزمن. ناس سنهم كبير، ده اللي هنترجمه بعد شويه يا ابناء بتايب 1 وتايب 2، رغم ان في انواع اخرى. ماشي يا عم. ديو تو انسولين ديفيشنسي او يا اخي انا خدت عينه الدم بتاعي وديتها معمل لقوا الانسولين بتاعي كويس. ايه الحكايه؟ ريزيستنس للانسولين. انسولين عشان يشتغل ويدخل الجلوكوز انترا سيلولر بيشتغل على ريسبتورز. انا تخنت قوي قوي قوي
في الاول قبل ما اصاب بالسكر التخن الاوبيستي بتقلل النمبر اوف ريسبتورز، بتقلل السنسيتيفيتي اوف ريسبتورز. والناس الكبار ساعات يقول لك ايه؟ خد بالك انت تخنت لحسن يجي لك سكر. طبعا بعد ما يجي سكر ابتدي يخس، ده موضوع تاني وهنعرف الفرق. في الاول الواحد يتخن يتخن ياكل ياكل ويتخن، اه نمبر اوف ريسبتورز داون ريجوليشن اوف انسولين ريسبتورز. يا اخي انا الدكتور محسن ولا اي دكتور في بعت لي معمل شفت الانسولين ليفل والسي بيبتايد اللي هو البريكيرسور انسولين نورمال يا اخي زي بتاع السكر. اه انت تخنت قوي والريسبتورز بتاعتك قلت كفاءتها. فايضا دو تو انسولين ديفيشنسي او انسولين ريزيستنس او كلاهما اهو وريني الكلام بتقوله ده. بص معلش خط صغير شويه. سندروم كاركترايزد باي، ده تعريف الاي دي اي، حط التعريف اللي عندك اهو. سندروم كاركترايزد باي اهو كرونيك هايبرجلايسيميا ذاتس ديو تو ريلاتيف انسولين ديفيشنسي او ريزيستنس او كلاهما. لو طلعنا بكلمه النهارده بكلمه ريزيستنس دي انا كسبت كتير. في انسولين، في اسباب للانسولين ريزيستنس، ده في محاضره يعني بعد دي هحطها على ايه اسباب الانسولين ريزيستنس. مش بس السمنه، احنا على مستوانا بس بنقول سمنه هي اهم سبب، مفيش كلام. عشان كده 85% من تايب 2 بيبقوا سمان في الاول. طب عاوز تقول ايه؟ هناك تعريف تاني بيفسر ميتابوليك سندوم، يحصل ايه في مريض الدايابيتس؟ ده مرض كاركترايز باي هايبرجلايسيميا، مفيش انسولين كفايه دخل السكر انتراسيلولار. يبتدي التعريف التاني هو يبتدي الجسم يكسر الفات مش كده؟ يزود الكيتو بودز مش كده ولا لا؟ يبتدي الجسم بعد شويه يكسر البروتين ينزل نيتروجين في البول. عاوز تقول ايه؟ خلاص يا اقول ده ميتابوليك سندروم اهو، ميتابوليك ديزيز ابسوليوت اورجانيزم ديفيشنسي اوف انسولين باي اند كاركترايز ده موجود عندك هايبرجلايسيميا. لما يتكسر الفات ده مصدر للطاقه هايبرلايكيديميا. الدكتور اللي ما يعملش تحاليل دهون لمريض السكر اكتر. قولوا ايه تاني؟ ازوتوريا، يعني ايه ازوتوريا؟ نيتروجين في البول نتيجه تكسير بروتين وتنتهي ويبقى ضعيف جدا، ما عندوش جلوكوز بيخش جوه السيل، ما فيش انرجي، مقاومته ضعيفه، اميون ديفيشنسي، وتنتهي ماساه السكر. اذا المريض المهمل تنتهي بحاجه اسمها دكه. يعني ايه دكه؟ دايابيتيك كيتو اسيدوز. دايابيتيك كيتو اسيدوز وهو الكومبليكيشن الوحش اللي بنشوفه كتير جدا الايام دي، معرفش ليه. بالذات في اللي عندهم تايب 1 دايابيتس. حلو التعريف ده؟ ده الاي دي اي مش تعريف يعني. على فكره الكومبليكيشن سكر مش مكتوب عندك انت في البي ان، بقول لك اول صفحتين بس هتفلسف فيهم شويه. بس فلسفه مطلوبه. ايه هي؟ الكومبليكيشن اوف ديزيز ايه؟ ماكروفاسكولار ومايكروفاسكولار كومبليكيشن. الماكروفاسكولار يحصل سيريبرال اثيروسكلوز ستروكس. يقول لك جاله جلطه في الدماغ. عنده هايبرلايكيديميا. وده الماكروفاسكولار والكرونيك. الاثنين دول هما الماكروفاسكولار كومبليكيشن. مش قادر اقول لك العلاقه بين الدايابيتس والكروني هارت ديزيز. الانجينا او الانجينا والام اي مايوكاردي انفاكشن نسبة عالية قوي جدا. عاوز تقول ايه تاني؟ المايكروفاسكولار كومبليكيشن ثلاث حاجات، العينين، مريض السكر اللي ما بيشوفش عينه كل ست اشهر طبيبه احسن. العين يبتدي يحصل فيها مشاكل كتيره، و رينال ريتينوباثي هنا نيفروباثي والتهاب الاعصاب نيوروباثي. اللي منكم بعضكم برضه من اشهر النيرف تبقى نيوروباثي، النيرف بتاعت الرجلين والايدين وساعات بتاعت 6 اوجن في الميل، وبعضهم يعانوا من امبدنس. انتوا دكاتره وشوفوا معظم المرضى انتوا دكاتره، وزي ما قلت الحياه السكشوال لايف جزء من حياه البني ادم في نطاقها الطبيعي اللي هو المارج. واللي انا عايز اقوله لا تستهزئوا بالناس. شوف معظم العيانين في عيادتك مستقبلا وفي عيادتك في الاخر
يقول لزوجته انا جاي لك زبيني بس انا جاي لك، بعد ما يخلص كشفه بتاع وتلاقيه يميل عليك يقول لك الناحيه الجنسيه عندي ضعيفه، الناس مرضى الدايابيتس، ده نتيجه نيوروباثي. وانس يظبط السكر تبتدي تتحسن جدا جدا، وبعضهم بيعود للطبيعي مره ثانيه. وده شكوى، لكن مش لازم كل مرضى السكر يجي لهم امبوتنس زي ما الناس بتقول. قد يكون يجي له ريتينوباثي قلع ما يشوفش، قد يكون نيوروباثي بس في ايديه ورجليه، مش لازم البطن النيرف مثلا يتاثر، قد وهلم جرى، قد يجي له كرونيك. ده الانسان اللي مش ظابط سكره. مش عاوز اقول كلام الدكتور، معلش عاوز اكتب هنا حاجه، ده كرايتيريا في الدايجنوز. امتى شخص سكر؟ هتكلم معلش الترم الثاني بسرعه شويه. امتى شخص سكر؟ بقول لك اول صفحتين فيها زيادات شويه. بس ده الكلام اعتقد مع بعض، انا شفت السكر عندكم ممتاز. بص كرايتيريا انا مرتبها مش شوف هقول لك حاجه. اذا وجدت معامل كاتبه غير كده غلط. وانا يعني اسف لا 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 ادين حد، وانا قلت لهم بعضهم غير. من اشهر المعامل في مصر غيرت خالص. مش على اساس كلام. كلام اساتذتي بتوع السكر اكتر مني. ايه هي؟ لو الفاستنج بلاد جلوكوز فوق 126. تقول الدكتور محسن خلاص ايه الكلام الفارغ ده؟ ده بيقولوا لنا فوق 110 لو سكر. معلش مش عارف هنقعد نخش في محاضرات. هو ده مش كلامي، كلام الاي دي اي اللي كل العالم بيقبله. فاهم ازاي؟ يعني انا عضو فيها بقالي 30 سنه. امريكان دايابيتس اسوشيشن لما بتقول حاجه مش بقول بلغي نفر، لكن هم بيقولوها بعد استفاضه كبيره. بص اهو لو واحد فاستن اهو فاستن بلازما جلوكوز فوق 126 فاستن بلازما جلوكوز. اشمعنى؟ مش هنخش في التفاصيل ولا مش هنخلص. فهم مديني 4 ساعات سنة دي في السكر وكان 6 ساعات كل سنة خلاص فاصل. هو عامل اهو شوف الفاصل، والفاصل لازم تبقى صايم 8 ساعات. بس هو بس تقول لي اصل كانت حته شوكولاته يا اصل مش عارف حاجه بسيطه كده شويه عصير برتقال شويه صغير كده عشان يناقش الدكتور. مفيش كده الفاصل. نمره 2 لو واحد السكر بتاعه ده اسمه العشوائي ده الصيام. في حاجه اسمها عشوائي. واحد سكره العشوائي وصل ل 200 وعنده اعراض السكر اللي هقولها بعد شويه. ايه هي اعراض السكر؟ لما يعلى السكر عندك ويزيد عن الرينا الثريشولد والرينا دي ابسوربشن الجلوكوز ينزل يشد ميه معاه عنده بوليوريا عنده بوليدبسي عنده مليون حاجه ساعات بوليفيجيا بياكل كتير عنده بين اول اوفر ذا بودي عنده ست عندها بلورايتس بلورايتس فالفي وهلوم جار. الله لو في اعراض واحد عنده اعراض بيخش حمام كتير و و وسكره الراندم العشوائي وصل ل 200 وسبيك اباوت دايابيتس او بوست برانديال اللي هو يقول لك الفطاري اللي بعد ساعتين اهو. عشان اعمل الاختبار ده اسمه بص الاختبار ده نمره 3 بعد ساعتين بوست او برانديال اللي هو ايه؟ عباره عن بعد ما تاكل 75 جرام سكر. زي ما تروح المعامل واحد يعمل صيانه صايم 8 ساعات ويوجهوه اكله فيها 75 جرام سكر ممكن احطهم له في كوبايه ويشربهم وخلاص. او ياكل نص ساندوتش ونص كنز كده اهو ده 75 جرام سكر. تجد البوست براند ده 2 اور بلازما جلوكوز 200. اذا طلع اب تو 200 يو ار دايابيتك. الصيام فوق 126 يو ار دايابيتك. وعشان خاطر كلمه لازم تزودها على كتابك. النهارده حل مكان رغم ان عليها كلام. حل مكان الثلاثه دول حاجه كمان مش هقدر اشرحها عشان الوقت. اسمها السكر التراكمي بتاع 3 اشهر. اسمه ايه؟ هيموجلوبين اي 1 سي. معلش احفظ الكلمات اللي هو اي 1 سي ده يسموه او هيموجلوبين اي 1 سي. ده بيقيس لك متوسط السكر عند حضرتك 3 اشهر اللي فاتت. اذا لقيته فوق 6.5 يبقى مريضك دايابيتك. وصل اهو. بص انا مش هخش وحياه الكرايتيريا الجديده دي نعرف اهو. بص انا مش كلامي. بص اهو امريكان دايابيتس اسوشيشن. بس قديمه الكلام اتغير كمان بس دول الارقام ما اتغيرش لسه. بص تقول
الدكتور محسن خلاص خلف وعجز بقى 200 البوست برانديال لغايه 200 سيالي فوق 115 تقولي ده المعمل مطلع لي 115 حط عليها صيامي علامه معلش شغل التجاري حاجه وشغل العلم حاجه ثانيه هو ده مش كلامي انا ماليش كلام لسه خالص اه اما حاجه اه يلا دول الاولي كريتيريا من فضلك عاوز تقول ايه كمان الجديد بس هاخد اول مربع هيموجلوبين اي 1 سي تقول لي في كتب كاتباها من 4.5 6.5 انا اتفقت فوق 6.5 هيموجلوبين اي 1 سي احفظ الرقم ده وسبيك ان غير ده غير لو شكيت في واحد يقول لك قول له اعمل لنا سكر تراكمي بتاع 3 اشهر اهو بص اهو معلش انا كاتب كلام اي 1 سي ده 6 فوق 6.5 مش مهم التست بيتعمل ازاي وبتاعته في كلام تاني يعني احنا مش عارف انا عاوز الرقم ده بس كفايه عليا الكلام التاني ده الناس بتوع الماجستيرات مالكش دعوه بيه انواع السكر انت ان شاء الله تاخد ماجستير ودكتوراه تقعد طول حياتك تذاكر زي ما انتوا ان شاء الله هتعملوا بص انواع السكر قبل ما ابتدي في العلاج وهو الموضوع بتاعنا عشان العمل بص تايب 1 تايب 2 تايب 3 ده مش موجود عندكم اكتبوا يا ريت ينفعني ثم جستيشنال دايابيتس جستيشنال دايابيتس اللي هو السكر بتاع الحمل يقول لك ست دي حملت سكرها عالي معلش يا ستي قد يختفي منك وقد لا يختفي بعد الولاده قطاع منهم بيختفي وقطاع لا اسمه جستيشنال يعني حمل جستيشنال دايابيتس مودي نوع صعب عليك وصعب علي رغم انا بشخصه تقريبا كل يوم بيحصل ولكن هو اختصار كلمه اسمها ماتشوريتي موجي مش معناها تبقى مود يعني مزاج فاهم ازاي انت النهارده مش في المود لا اسمها ماتشوريتي اونست دايابيتس ان يانج ماتشوريتي اونست دايابيتس يعني نوع نوع اللي بيحصل في الكبار بس حصل في الصغير تحزن كويس تلاقي ولد سنه 14 سنه وداخلين اهله بيندبوا حظهم الواد جاله دايابيتس سنه 14 سنه زي بعضهم مش احتمال يبقى تايب 2 في الصغير ده يبقى حظه كويس تقول لي اشمعنى مش موضوع لازم تعرف على مستوى تايب 1 وتايب 2 ولازم تعرف اللي بيسبب تايب 3 ده اللي عليك تعال معايا في تايب 1 و2 جدول الشهير منذ حداثتنا الفرق بين تايب 1 دايابيتس تايب 2 يا جماعه تايب 1 اقل من سن 30 سنه كتابك كاتب اقل من سن 40 سنه زودها حبتين كتابك يعني معلش اسالك سؤال تايب 1 ما كتبت ايه تايب قول 1 اقل من سن 30 او 40 يقول لك السكر في السن الصغير تايب 2 فوق 40 سنه او فوق 30 سنه انا شخصيا بقول فوق 30 سنه يا جماعه وصلوا لي ايه الفرق بينهم ايه جدول هطلع منه حاجه مفيده بس اقول لكم كلمه بقى كلمه منفعه لحياتك المستقبليه بقى انا هشخص السكر بالسن بس ده انا هبقى يعني منتاليتي انا بكشف على المنتاليتي بتاعتي فاهم ازاي؟ يعني واحد 30 سنه النهارده عيد ميلاده بكره عنده سكر مبروك ده جالك تايب 2 فاهم ازاي؟ ده كلام يعني كلام دجل عندك قياسات للانسولين في الدم معنى بنقيس سي انسولين بنقيس الانسولين وحاجه اسمها سي بيبتايد على اساسها نعرف بيفرز انسولين ولا ما بيفرزش ما انا ممكن انا مولود وعندي بيت سيلز ضعيفه قوي او ما فيهاش ما عنديش بيت سيلز او تعرضت لحاجه كسرتها زي ما اقول بعد شويه من فضلك يبقى مش بالسن لكن على مستوى الامتحان العملي اللي هو الدايابيتس من اكثر الحالات اللي بتجي لنا اكبر حاله في الكلينيكال فارماكولوجي هيعتمد على السن يعني يقول لك عيان سنه 45 سنة يبقى ده تايب 2 مش كده ولا عيان سنه 17 سنة يبقى ده تايب اي 1 ليه الفرق بينهم؟ اهو بص الجدول الشهير تايب 1 ده جوفينايل دايابيتس مش عارف كلمة جوفينايل بطلت شوية بقوا يسموه دلوقتي انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس يسموه الايد ايد يعني انسولين ديبندنت دايابيتس ده لازم ياخد انسولين ويا جماعه ما عدا كلمه موجي دي مالكش دعوه بيها على مستواك
دي مستوى الماجستير وانت طالع يعني. ما دام واحد سنه صغير جاله على مستواه جاله سكر هياخد انسولين، وتسمع بقى في العياده انفصال، فاهم ازاي؟ ده احنا جايين لك من الصعيد، فاهم ازاي؟ سمعنا عنك ان انت كلك بركه، ما تديله اقراص، فاهم ازاي؟ يمكن تشتغل. ما بتفصلش يا ستي، فاهم ازاي؟ العيان ده لازم ياخد انسولين، هيبقى كويس. والانسولين ده اذا قالوا لي احسن دواء في علاج السكر انا اقول الانسولين. تقول لي ده اكيد انت واخد لك تنشين من الشركات بتاعت الانسولين، حاجه تكسب، مفيش حاجه زي كده. انا ما بتعاملش مع شركات ادويه ولا معامل، وقت مش بتكلم عليا انا، انت مستقبلا انتوا ناس ذو قيم، فاهم ازاي؟ مش دعوه، انا بكت ما يحتاجه المريض، انسولين يا ستي. مش قادره، شوفي زميل تاني اكثر جرأه في اعطاء الاقراص، وده غلط. بص اسمه انسولين ديبندنت. سببه ايه؟ اكستنسيف لوس اوف بيتا سيلز. مسكين الولد ده ما عندوش بيتا سيلز. ولو مش مصدقني، روح مركز عين شمس، عاملين مركز كويس لازم نحييه، من ايام واحد عظيم جدا. يعني طبيب وكاتب وباحث في الاثار المصريه والاسلاميه والقبطيه، اسمه بول غاليوني. هذا الرجل حمل رساله السكر ريجنريشن بيتا سيلز، رجعت الخلايا بتاعت البنكرياس، زراعه الخلايا لسه ما وصلناش لا بره ولا جوه، بره في شويه ستيم سيلز بقت تحل، لكن مشكله. ليه بقول كده؟ روح شوف هناك مفيش اهو. الراجل الولد ده بيكشف عندهم هناك، عندهم اكثر تقدما مننا، يزعلوا من هنا. بيعرف قد ايه عنده بيتا سيلز الولد ده. اهو هتاخد انسولين، حاضر اهو دريب من انسولين، هسميك الايد انسولين ديبندنت دايابيتس فريتس. النوع الثاني فوق سن 30 او 40 سنه. ايه سبب النوع الثاني؟ بص تايب 2 اسمه ماتشورتي اونست، ما بقاش حد يقول تايب 2، ماتشورتي اونست. او ادلت اونست. تايب 1 وتايب 2 ده فوق سن 30 سنه. ايه سبب؟ دعمه البيتا سيلز بتاعتي مع رائحه الزنف، او في ريزيستنس، انا تخنت قوي. ديمينش نمبر اهو في ريسبت. على فكره النوع ده ما دام في 30% من البيتا سيلز شغاله، 30% افتكر الرقم ده معلش، تقريبا هنديله اقراص. الاقراص بتنشط البيتا سيلز اللي باقيه. قوم يا بيتا سيلز يا كسلان. الله، ده تايب 1 وتايب 2 تبروا، موضوع السكر كله تبروا لحاجتين، انسولين فروم اي تو زي، والاورال هايبوجلايسيميك. بطلوا يقولوا كلمه اورال هايبوجلايسيميك، بقوا يقولوا اورال انتي هايبوجلايسيميك. فاهمين بقول ايه ولا لا؟ ديفرنت. عشان يفتكر حد انها المفروض بديها عشان اعمل هايبوجلايسيميا، لا، ده عيب من عيوبها انها تعمل هايبوجلايسيميا، هي اورال انتي هايبوجلايسيميك. المفروض نسميها اورال ايوجلايسيميك. ايو يعني تبقى مومنت معايا ان شاء الله. دكاتره الموضوع ده خطير، صعب مش سهل. غير السي ان اس، السي ان اس موضوع مسلي وموفين ومزاج ومنومات وحاجات حلوه، لا معلش لازم اعرف. هنا موضوع تبرع الانسولين واورال هايبوجلايسيميك. لست فيه يعني حل اعضاء قارب بين نوعين بسرعه قوي، هقارب بين جدول شهيد. بص تايب 1 وتايب 2 ده اسمه الايد وده نيد. عارف يعني ايه ايد ونيد؟ انسولين ديبندنت. نطلع من المحاضره النهارده انسولين ديبندنت، ده اسمه نان انسولين ديبندنت. ما تفهمنيش غلط، يعني نان انسولين ديبندنت ياخد اقراص، لكن اذا فشلت الاقراص بعد شويه، بعد مثلا فتره حصل له فيلير، الاقراص اكيد فيلير، اقصى حاجه 10 سنين ماشي على الاقراص، يقول لك اصل جسمه اتعود على الاقراص، خد على الاقراص. يجي لي اقول له هنكتب لك انسولين، يلطم بقى. الناس عندنا في مصر مش ثقافه طبيه، ده اللي كنت خايف منه، فاهم ازاي؟ و ايه اللي حصل؟ فيها انا قلت هتاخد انسولين، يقول لك اي حاجه اللي تقولوا لي عليه هعمله. طبعا اوعى تصدق بتوع معلش سوري الدايابيتك، ساعات في الاول يبقى عندهم حميه، كل اللي هتقوله لي همشي على الاكل، يبقى عاوز ربع رغيف، نص رغيف، ربع رغيف، مش هيزيد. في مصرنا العزيزه في ناس بتاكل 8 رغيفات في اليوم، انا بقول لك 3، انا بقول لك عن خبره، عن خبره. شوف واعجز، يقول لي هو ده اللي بيسندني، فاهم ازاي؟ اوكي من فضلك اهو
تفهمش غلط، ساعات اقول له انت خدت الاقراص فغلط واستنفذت فرصتك من الاقراص هنقلبك على الانسولين. يبقى هو رقم تايب 2 اسمه نيت، يقول لي انا تايب 2 مثلا الدكتور ولا بقى ميديكال بيرسونيل، انا دكتور ولا صيدلي ولا دكتور سنه، يا دكتور انا المفروض اخد اقراص، اقول له انا دكتور المفروض تاخد انسولين، فاهم ازاي؟ ما ينفعش ما ينفعش. اهو بعد كده بقى شوف فوق سن 30 تحت سن 30 كلام ده. بص انسولين ديفيشنس هنا سو سيفير، هنا بيبقى متوسط. ايه كمان؟ قلت لك في 30% شغاله. كيتوزس بتحصل فيري كومن، مساكين ولاد صغيرين، بحول الكلام يحط شويه بعد شويه في السيمتومز. ماركت كيتوز هنا ما بتحصلش كتير، لكن ممكن تحصل. ساعات يقال ان سبب السكر في انتي بوديز اجينست بيتا سيلز موجوده هنا، هنا مش موجوده. البودي ويت مش تخان، هنا يوجوالي تخان. بيحصل داون ريجوليشن اوف ريسبتور مع السمنه، مش عاوز اخش في تفاصيل علاقه السمنه بالداون ريجوليشن والانترنالايزيشن اوف ذا ريسبتور انسولين ريسبتورز. احنا مش في ماجستير على فكره. هنا بيلاقوا كمان حاجه اسمها اتش ان اي هيومن ليكوسيتيك انتيجين في تايب 1، مش هشرحها هنا، ما فيش. يا جماعه هنا علاجه انسولين لازم، هنا انسولين نوت نسيسري في كل عيان، ولكن قد الجا للانسولين هنا لو فشلت الاقراص. اسالك سؤال، افرض تايب 2 دخل في كوما اللي هي الكوما بتاعت الدايابيتيك كيتو اسيدوز اللي بنسميها دكه، هقول له اصحى خد الاقراص بتاعتك ونام تاني، فاهم ازاي؟ لا، انا بضطر اديله انسولين. فما تفهمنيش كده هارد اند فاست اسود وابيض، العيان تايب 2 يوجد نديله اقراص، والاقراص كترت في مصرنا العزيزه قوي، مجموعات الاقراص الى ان جاءت المجموعه الجديده اللي انا من انصارها، وليس عشان بروموشن للاقراص انا ما اعرفهمش ولا اقبل اروح معاهم في اي مكان لا مؤتمر ولا غيره، فاهم ازاي؟ هم ما بيحبوش المؤتمر عشان ما اعرفش، فاهم ازاي؟ لكن اقراص حلو، بس مشكلتها الازليه الثمن. انت بتنبسط انا مريض عندك النهارده بالذات الايام دي، مريض مشكلته تذكره الاتوبيس ولا اللي جاي هنا في القصر العيني عندنا عشان يقعدوا يزعقوا فيهم ويتوضوهم ويكتب له بقى انتي بايوتيك ب 100 جنيه، يا سلام اتالوكس مش عارف اكتب كل الكلام ده. اعرف ثمن الدواء قبل ما تكتبه. شركات الادويه ليس همها رفاهيه المريض، اما تكسب نمرة واحد، نمرة اثنين تكسب، نمرة اثنين، نمرة ثلاثة مش مهم مين يموت بس تكسب. ازاي؟ اوعى يزعلوا يعني بيكلمني احد، انا بقول الصف كامل، احد الاعلاميين مش شخصية، لان كنت من حوالي 5 سنوات عملت برنامج كده حلقة حوالي 3 ساعات عن خطوط الاكل الجنك فود ومحتويات وقت، بيجيب لي النهارده انا بدري دلوقتي، فبيقول لي يا دكتور محسن بيسالوا عليك، بيقول هو فين راح فين؟ ده احنا كنا هنخرب بيته، فاهم ازاي؟ اصحاب المطاعم والتشينز دي، فاهم؟ فبيقول لي انا قلت لهم هاجي، قلت لهم هاجي ليه؟ فاهم ازاي؟ لازم تكون حقيقي، وربنا هينقذك، لان في الحقيقه تنقذ ناس كتير وحياتك هنا لسه. ليه بقول كده؟ خلاص طلع منها حاجات حلوه قوي. دلوقتي اعراض السكر ايه؟ اللي بقى تخش في الكتاب. تايب 3، يا خبر ده تايب 3 ده. ده هعرفه عشان اسئله ام اس كيو مش جاي في العمل. مفيش تايب 3. يا جماعه في ادويه تعمل سكر. في هرمونات تعمل سكر. معلش بدون اعد انا هبتدي اول حاجه بالهرمونات. هرمونات تعمل سكر. شوفوا احفظها قبل ما تمشي. جي جي جي. ثيروكسين ادرينالين كونتراسيبتيفز او استروجين كولسترون اي جي 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 جلوكوتكويد. بص هبتدي من ورا هيك. بص اهو اخر حاجه جلوكوتكويد كورتيزون يعمل سكر يا جماعه لما يجي نتكلم عليه. مساكين الناس اللي بيتعالجوا من السرطانات في هذه الحياه المؤلمه يجي لهم سكر. اللي بيتعالجوا من برونكيال ازمه عندهم بياخدوا كورتيزون سيستميك لان سكرهم عالي. سكر جلوكوتكويد هايبرجلايسيم، جلوكاجون هايبرجلايسيم، جروث هرمون هايبرجلايسيم،
مش مصدق انك تشوف عيانك ومجالك. ثيروكسين السيدات والرجاله الجريد ديزيز هايبر جليسيميا. انا اول ما الاقي عيانه عندها ثيرويد وعندها سكر باين الثيرويد وعملت سونار وعملت وعملت اقول لها انا عندي دي هيقول السكر منك. اذا السكر في بعض اسباب كيور ديزيز. كورتيزون كل الزملاء اللي هيبعتوا لك اللي شغالين في الانكولوجي في السرطان بيدوا كورتيزون هيبعتوا لك مرضاهم عشان تعالجهم السكر. اذا الكلام ده مهم قوي. اهو بص ده طيروكس بروتون كاتيكولامين كوشنج. فقصدي ان الكوشنج هنا في الجلوكوتيكويد ده في الكاتيكولامين كتير سمعتوا عن هايبرتنسيف كرايسيس بتاع تيومر سوبرين ال ايه في برومو ايه سايتوما سوري كوشنج للاسف كوشنج مع الجلوكوتيكويد. اورال كونتراسبتيف الله يجازي الافتراح فاهم ازاي؟ كونتراسبتيف السؤال اللي جه نظري سلفات يمكن خدناه اخر محاضره هناك مع الزملاء قلت لهم ده السؤال ده حتى اول سؤال في الورقه الكونتراسبتيف بيعمل امراض فظيعه ضد تنظيم الناس ضد هناك طرق اخرى فاهم ازاي؟ كلها اكل نفس فاهم ازاي؟ ما عدا السيف ايد لكن اذروايز كل طرق منع الحمل يقول اللي يقول اللي بقول اراها خلاص انا بلغت العمر على ذلك كونتراسبتيف بيلز كلها قتل نفس او قتل حياه حتى السبيرم ده حياه لما تقتله فاهم ازاي؟ المهم مش دي القضيه بس ده يعمل ده يعني سم وحياتكم بتبقوا دول عاوز ادويه حدث ولا حرج معلش فازايد والله زمان يا فازايد الكدني كان نفسي اقولها مفيش مش كل حاجه الواحد يتمناها حقيقتها فازايد يا ما ناس جالها سكر بالفازايد الاقي مريض سكر وضغط والدكتور كاتب له مش عارف كوك كذا كودي فازايد مش عارف اقول اسامي الشركات لحسن مش ناقص واقفه في المحاكم فاهم ازاي؟ كوك مش عارف كذا كودا فازايد ما تتكتبش مريض دايابيتي لان فازايد بتقلل افراز الانسولين شايف اهو انهبيت الانسولين ريليز دواء اسمه دايازوكسايد ده نسيت الدايازوكسايد ايه؟ والله زمان ايوه دكتور فكرني كتر خير ده بارنترال فازو دايليتور ابن عم الفازايد اهو دايازوكسايد موجوده مع الهايبرتنشن الدايليت فينيتوين مين فينيتوين ده؟ مين ده داي فينايل هايدنتوين اللي خدناه في الفيشتالز لو في فنتريكولر ارينيا ويز بلوك ده انتي ابليبتيك دراج هنجيله في الصرع يا قلبي فيرابامين كالسيوم شاين بلوكر ايزوت الفا 2 اجنست على فكره حاجتها بعد شويه دي حاسبها حاسبها لاسباب سياسيه بيتا 2 انتاجونست لحسن يطلع لي زملاء كده يعرضوني اوبجكشن ازاي بيتا 2 انتاجونست تقلل افراز الانسولين ده دكتور بتعمل هايبوجلايسيميا ازاي فاهمين المناقشه ولا لا؟ فكر فيها انت معوض فاهم ازاي؟ ده بعدين بس دول يهموني ودول يهموني على فكره الادويه الاميونو سبريسيف بتعمل سكر على فكره لو في معيد عندنا في القسم وجاء قال لي يا دكتور محسن انا هشتغل على فلان او ارانب او واعالج السكر فيها ازاي اعمل لها سكر؟ اديها ماده توكسيك البيتا سيلز اسمها اللوكزان او ستريبتو زوتوسين ماده ثانيه توكسيك للبيتا سيلز وكفايه لغايه كده طيب ثلاثه طيب ثلاثه ام اس كيو بس انت هتتسال في طيب واحد واثنين اعراض مرض السكر اهي عشان نبتدي على طول بقى علاج مودي حيث الرسم يسكن بس ولد شايف جدا وشكله كده معين انا كنت حظهم كويس الولاد دول ولد جايز 15 سنه يفتكروا تايب 1 هو الواقع سبب السكر عنده كتله الاكل قوي ليه شكل كده الابدومن بتاعه عنده كرش جامد مش عليك الكلام ده اللي عليك يستيشنال اللي هو السكر الحوالي برضه مش هنتعرض هنتعرض واحد اثنين واحد انسولين اثنين اعراض يلا كلمني عن الاثنين دول يلا ده الحوالي بص يا دكتور البنكرياس بيحتوي على حوالي 1 مليون ايلتو بلانجر هاند
انا مقدمه كده قبل ما ابتدي. عاوزك تعرف كل item that you have تحتوي على 5 types مش تحتوي على 5 types of qualified buyer. مكتوب عندك فوق باين؟ مش مكتوبه، مكتوبه فوق صلحها فايل حصل فيه. بص بص يا دكتور دي حته حلوه في الفا سيلز اتش بيرسنت ديفنس جلوكاجون، في بيتا سيلز 75% ديفنس انسولين وامايلين بالانس كلمه طبعا انسولين هو الاساس. في ناس منكم ما يعرفوش الامايلين ده موضه، موضه في علاج السكر موضه. انا موضوع مش سهل تقدمه بعد شويه سهل. دلتا سوماتوستاتين 3% شايف ده 20 75 سبحان الله. احد الاساتذه عمل وانت هتعمل دراسه قال لك ان كل حاجه جنبها المضاد ليها، يعني الالفا هايبرجليسيم البيتا هايبرجليسيم مش كده ولا لا؟ هنا تجد ثايرويد وبارا ثايرويد سيلز بارا ثايرويد وثايوكالسيتينين. المهم يعني تجد حاجه تعلي كاس حاجه تقلل. هنا برضه كوتشين اللي انا عاوز اقول فيه تجد حاجه ومضادها قريبين من بعض باستمرار او خير وشر. جماعة الصينيين يقول لك ينيان سيستم حاجه. بص اهو دلتا سوماتوستاتين اف اللي هي سيتيك بانكرياتيك بوليبيبتايد ده ليه علاقه بالدايجستيف بروسس. الاف ده 2% هنا جي جاسترين جاسترين ستومك 1% 1 2 3 4 5 طيب ليه بقول كده؟ قبل ما ابتدي على طول العلاج اعراض اسباب مرض السكر مش هرد مش هرد ليه مش هتقولها؟ اسباب مش حدش عارف. بص لاك اوف انسولين قلنا مفيش بيتا سيلز يا اما الوكزان ده بوظ البيتا سيلز. فير تو ريليز في بيتا سيلز بس بتفرس لا وجع مش موجود عندك ده يا جماعه. مفيش ترانسبورت الانسولين في البلاد يا جماعه. في انسولين انتاجونيزم لسه واخدينه من شويه جروث هرمون جلوكوتيكويد جلوكاجون ثايروكسين ادرينالين ادويه هرمونات يا نهار ابيض. او في بيتا سيلز وبتفرز انسولين انت معايا وبترانسبورت بروح التيشو بس التيشو نوت سنسيف ليه ناقص النمبر اوف ريسبتورز. ايه ده كله؟ اسباب لو حد عارف سبب السكر يقول لي. السكر يا جماعه او حاجه في انتي بودز قلناها من شويه. اعراض مرض السكر عشان نبتدي اهي. اهي انت عارفها في العالم يحلوها لك المرض. بوليوريا 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 يروح طبعا نظام السكر عالي في الدم زاد عن الرينا بتراشد فوق جلوكوز ليه ابسوربشن ينزل مع الميه بتاعه اوزموتيك دايركت. بوليديبسيا الناس الميه كتير يعطش كتير ثيرست بوليديبسيا اهو. بوليفيجيا ويت لوس ويت لوس معروفه. بوليفيجيا مفيش جلوكوز يخش في السرطان سنتر عمال يتاكل. الناس يقول لك حاسب عمال يتاكل كتير يقول لك بس بخس بقى اصبح الفات مصدر الطاقه بيتكسر البروتين زاد قوي الفات بيتكسر. فاتيج وويكنس مفيش جلوكوز بيخش انترسيلر مفيش انرجي باستمرار زي ما بقول يصدر اوامر جيب لي اللي عنده مريض سكر في البيت. في مصر في احصائيه تعبانه فاهم ازاي؟ بيقول لك في مصر في 7.5 مليون عندهم سكر. انا بقول الرقم ازيد من هذا بكثير. تكير اللي بياكل كتير ياخد باله في الاول يسمن وبعد شويه يجيب السكر يبتدي يخس. لما اللي يقول كده يسمن يقل النمبر ويكسب. دكتور فاتيك او ويكنس انفكشن كتير قوي لايف الواحد يقرا بيجي لي ابسس كاربانكل او فرانكل او كاربانكل. سيدات يوجوال فاجينا جود ميديوم فور انفكشن. في لو في سكر كتير يجي لها بروبايتس هرش يقول لك من اسفل البطن في هرش جامد قوي ده دلاله. يبتدي يجي مونيلي سمعتوا على الكانديدا البيكانس مش كده ولا لا؟ اهو بص حضرتك اهو انفكشن كانديدا
unitary infection boils. Feature of ketoacidosis. أنا أقول لكم كلمة حطها يمكن أهم كلمة في المحاضرة. والمرة الجاية لو عشنا يوم الأربعاء والخميس حابة أقول لكم حكاية حكيتها 40 دفعة، فاهم إزاي؟ إيه هي؟ ساعات أول برزنتيشن تايب 1 يا جماعة يبقى كومبليكيشن، فاهمين حاجة؟ ساعات أول برزنتيشن، يعني أسأل سؤال، هو إحنا في مصر الوعي الطبي ناس غلابة، فتجي البنت تلاقي مثلا بنتهم زي ما بحكي لكم قصه بعدين المره الجايه تقول لي ايه؟ تشرب كتير. ما البنت اصلا ما بتتهدش، ما تقعدش على حيلها، فاهم ازاي؟ بتخس، ما بنقول لها استريحي ما تستريحش، فاهم ازاي؟ اللي انا عايز اتملي فيه دينايل. احنا بننكر المرض باستمرار، وكتير من الدكاتره تغمض يكتشفوا ان البنت عندها او الولد عنده سكر في الصحه المدرسيه. اللي منكم كتير من بناتنا هيتعينوا فيها الصحه المدرسيه مكان حلو خالص لخدمه الناس. تالي البنت فين يا بنتي نضارتك؟ والله لابس نظاره دي ضيعتك، ما تعرفش نظرها ضيع. فسمتايمز الفيرست برزنتيشن اوف تايب 1 كومبليكيشن، وقد يكون الكومبليكيشن دكه ضيعتك كيتو ايه؟ اندهوك عشان تشوف واحده وفي كوما هتشعر. ايه اللي حصل يا ناس؟ ابا قلنا لها جينا نصحيها تتعشى معانا لقيناها في كوما. ما هم ما يعرفوش ان عندها سكر زي ما حكيت لكم القصه الشهيره اللي خلتني احب يعني علاج مرض السكر. فزي عاوز اقول كلمه تايب 2 ساعات ما يبانش الا during routine examination. انا ويت اسافر اروح بلد عربي، فاهم ازاي؟ اكسب لي انشين، فاهم ازاي؟ رحت السفاره قالوا لي اعمل كشف طبي طلعوني عندي سكر وفيروس سي، فاهم ازاي؟ القصه اللي زهقنا من سماحها. طب خير يا اخي والسفر خلاص بدأ اشتغل طبعا عارف ان انا بقول كلام ساعات صعب. بص تايب 2 may be asymptomatic and diagnosed only on routine urine or blood sugar test. خدوا بالكم تايب 2 ساعات، عشان كده بقى انا بحترم المعامل اللي بيشوف بيكشف السكر العيادات، اللي بيخلي المساعد بتاعه او السكرتيره تكشف على السكر قبل ما المريض يخش اليورين او بالشرايط المشهورة دي كلها مليانة رغم انها غليت، يشوف العيان روتين. طيب ماشي يا عم، عاوز تقول ايه بقى بقى؟ عاوز ابتدي تريد من الدايبيتس، عاوز اخش في الجد بقى، انا متحمس. دايت الون دكتور محسن، انت واعي؟ نايم كويس؟ هل في مريض سكر يتظبط بالدايت بس؟ وصدقوني انا بقول لكم يعني ربنا يشهد شفت الصدق، ظبط الدايت الون وشويه اكسرسايز كان كيور دايابيتس ميليتس. اقول لك حاجه ثانيه كمان، افجر حاجه ثانيه، 50% من الناس اللي سكرهم بيعلى ممكن يتظبطوا بالدايت وبالاكسرسايز. على شوف على مسؤوليتي لو دايت مظبوط بقى فيه، عشان كده بقول لك المرض ساعات يحكي ما تشوفش الباد بيكشر بتاعته بس، شوف اللي وراه، ينظم حياتك، يخليك ملتزم، يخليك انسان صادق، فاهم ازاي؟ بتعرف تحدد نفسك كلت ايه بالظبط؟ النهارده اكتب معلومه جرب مرضى السكر، يا ما ناس شو انا مش بقولك، يا ما ناس جالهم سكر وطار. انا اتذكر شباب شفتهم 500 سكر، قلت لهم مستعد تساعدنا بالاكل؟ طبعا في الاول هيبقى كين انه عاوز ياكل ولا مش شبعان وانا وبعد شويه يتعود خلاص. سكر حد ما ياكلش، ده في مصرنا العزيزه الناس كوبايه الشاي دي اكنه بيخزن فيها سكر، فاهم ازاي؟ اقول له حط كمان، انا معلش انا بحب السكر، حط كمان، ده انا خمس معالق. الناس تقول لك ايه؟ خمس معالق هتظبط السكر بعد كده والعيش وهلم جار. وصدقوني بيغمسوا المكرونه بالعيش والبطاطس بالعيش وكل ده عالي ده دي القضيه. طيب الهنا والشفا لكن مش كده، وانا بطبقها على مرض السكر، من يظن انه قائم فلينظر الا يسكت. في بعضكم بيتبارى بيشرب كام كوبايه كام ازازه بيبسي في اليوم؟ يقول لك انا بشرب 20. اوعى تستهين بالبنكرياس وتجهده،
ده امان الله ده بص دايت انسن ذا دايت دايت هو الهايبوغليسيم ده العمى لسه العمى هناخده هقوله معاك في الخميس تعالى في رحله مع الانسولين ورحله مع الاطراف بص يا انسولين drugs used in treatment of diabetes استنى الاول واحد انسولين يا سلام على الانسولين ده وفايدته العظيمه لان كان تقدم معينه قوي في علاج الطب مفيش كلام يفضل يدوا انسولين باستمرار على الاقراص الا في الضروره القصوى الاقراص او ما الانسولين في كونترا انديكيشن ليه اه oral antidiabetic drugs والoral antidiabetic drugs including كذا حاجة A, B, C وفي D جديدة شايف؟ احنا موضوعنا النهاردة انسل هنتكلم عليه oral antidiabetic drugs بيشمل حاجات تفرز انسولين انسل سكريتاجوج اهو عيلة اسمها مش وقت تحفظها سلفونايل يوريا عندك الكلام ده لو قلبت وقتين تلاقيه منه حاجة اسمها ميجليتينايت انسولين سنسيتايزرز بايجوانايت ده اللي عارفينه باسم جلوكوفاج او سيدوفاج او اموفاج اللي بيخسسوا بيه نفسهم واللي بينظموا بيه الدوره البنات عشان يساعدوا التبويض عندهم موضه بايجوانايت موضه حلوه الناس اللي عندهم ان اوفيولاتري سايكل هنقولها في الهرمون اللي بعض البنات ما عندهمش تبويض او بعض البنات تلاقيهم سوبر فيميل فاهم ازاي يعني تجد كل السكند سيكشوال كاركتر عندها ويل ويل ديفلوبت ما تحملش فاهم ازاي؟ لان الهاي استروجين عندها بيسبرس الجوناد وايه؟ توبين فاهمين حاجه تقول لا فاهم ازاي؟ اهو سلفونايل ايه الكلام ده؟ سلفونايل ليه؟ بايك ونايت والجليتازون مكتوبه غلط يعني تشوف جي ال اي جليتازون قامت عليها هجمه شرسه هجمه شرسه الشركه خسرت شركه امريكيه بس هناك الشركه الامريكيه بقى مش فيهاش اتصال اف دي اي البعبع بتاعهم كلهم فود اند دراج دي منهم اثنين شطر من الطب خد قال ما يزوق 2001 ده من 13 سنه بس جليتازون وبقى كم واحد في السوق مبيعاتهم هزيله وخسرت مليارات الشركه لكن هناك عندهم العيان نمره واحد نمره واحد بقول لك بليه مش كل السنتر طبعا عارف ان السنتر انا يعني دخلت في اعماق اعماق هناك يعني بص جليتازون لكن هنا عندها بتتباع ليها بتتباع على وايد سكيل لغايه دلوقتي بيقول لك انا فلوس اما نخلص اللي عندنا نخلص اللي عندها يا اخي ربنا يخلصها ما بقولش اسف وبعدين ما تعيش عيب خلصنا من هذا الهم ايه ده؟ دكاتره ثم ادويه تمنع امتصاص السكر من الامعاء انا خدها حتى البوز والميجليتوك موضه موضه اللي بحبها للمريضين بص انا خلالي غيرت مجرى علاج السكر الاقراص دي اللي جاي نيو انتي دايبيتي ما بقتش نيو ولا حاجه هي جت مصر من 5 سنين بس بص حاجه اسمها جلوكادون لايك بيبتايد انت عارف الجلوكادون بتاع البنكرياس في احلى منه في جي اي تي طلعوا حاجه اسمها اكزينا تايت طلعوا حاجه اسمها سيتا جليبتن فيلدا جليبتن وساكسا جليبتن ايه ده؟ دول بتسمعهم في السوق في اسم جانوفيا معرفش حد سمع عنه ولا لا جالباس اسامي جالباسها كده لكن كلها تعالى في رحله عمليه بقت سهله يا دكتور تعالى في رحله مع الانسولين استنى لسه انسولين مش ممكن انقطاعه بالفم لانه تو بوليبيبتايد تشين كونكتد باي داي سلفايد بريدج انسولين يا جماعه اليوم اللي يطلع فيه انسولين اول يبقى يوم عيد طلع بخاخه لم تعش كثيرا في امريكا طلع بخاخه وشفته اكسبنسيف يو كانوت كنترول الدوز يا دوبك في منه حرف تحت الجلد في العضل ونوع واحد فقط في الوريد الانسولين مائي بجميع انواع الانسولينات معكره يا ايه معكره سسبنشن لو اتحرقت في الوريد
لان يقول لك وسعني يقع ميت مفيش غلطة ان المريض يدي انسولين معكر في الوريد ده يجي تتسحب منه اللايسنس. هناك اخطاء غصب عنها تحصل لازم مع العمليات، في اخطاء انت مش مسؤول عنها، لكن في اخطاء مهنية جسيمة نتيجة انت غلطت. اوكي بص، فروم بيتا سيلز الانسولين زي ما قلنا من شوية تو بوليبيبتايد تشين، لسه دي رسومات حلوة كتير، 21 واحد تشين امينو اسيد وبي 30 امينو اسيد ماسكين باي داي سلفايد بريدج. الانسولين بيبقى موجود في البيتا سيلز، هو حاجه اسمها امينين. امينين اللي طالع موضه دلوقتي في علاج الدايابيتس. على فكره الديلي انسولين سكريشن من 30 ل 40 يونت. مش بقول لك بنقدر نقيس الانسولين في الدم عندنا؟ على فكره لحظه، ريليس اوف انسولين اوريك رسمه والمره الجايه نكمل. ازاي بيطلع الانسولين؟ بص يا دكتور الرسمه دي خلاص. ازاي بيطلع الانسولين؟ بص اول حاجه تطلعه الاكل. اول حاجه تطلعه الاكل. ما تقوليش مريض سكر بياخد انسولين ويقعد صايم انقطاع. انا دعيت فضيله المفتي السابق للكليه ثلاث مرات. نساله في المواضيع الطبيه كثيره من ضمنها انا سالت سؤال. هل المريض تايب 1 دايابيتس يصوم انقطاعي فتره طويله؟ وادانا فتوى انا يعني دعيت ثلاث مرات هنا قال لا لا لا. تايب 2 ممكن، وانا بقول لهم صوموا الصيام ده بركه عظيمه وفضيله غير عاديه، لكن تايب 1 لا، لان المين ستيمولس عموما لو عنده شويه بي 6 شهرين ينفع لازم ياكل. بص لما ياكل يحصل ايه؟ بص اهو جلوكوز اهو دخل يخش من جلوت 2 دي بيتا سيلز. انا سايبك اهو بص ازاي اهو الجلوكوز ده خدش بيعمل ايه؟ اي تي بي اهو يقفل بوتاسيوم شنت يحصل ديبولايزيشن كالسيوم يخش يطلع انسولين. يبقى المين ستيمولس فور انسولين ريليس واحد هو ايه؟ هو ايه؟ الاكل. بص بص يا دكتور اهو تاني اهو محتاج المره سريعه كده. بص جلوكوز اكل لازم تاكل. ناس يقول لك ده انا مش عاوز اقول لك كلمه انا بتفلسف، ده انا مخلي المريض سكر ياكل ثلاث اكلات اساسيه وثلاثه متجزئه سناكس تفطر والساعه 12 تاكل لانش وتتغدى الساعه 3 والساعة 5 6 تتعشر. اللي هي البوتية يعني انت تشرب شاي وحتة كيكة فاهم ازاي؟ وتقعد تتكلم مع اولادك اللي ناسيهم دول فاهم ازاي؟ وتتعشى وقبل ما تنام على السرير تاكل اكلة سناك تاني. تقول لي ثلاثة وثلاثة ده الصح. مش تقول لي يا دكتور أنا عندي سكر مش هاكل خالص فاهم ازاي؟ تقول له لا ده أنت تاكل لأن الأكل مين ستيمس شايف ازاي؟ الجلوكوز دخل اهو طلع انرجي اي تي بي قفل البوتاسيوم شانل ديبولايزيشن دخل كالسيوم ريليز. ايه العوامل في تحكم في الانسولين يوم الاربعاء الساعه 8 نتقابل مع بعض. ثانك يو فيري ماتش.